اسمع صوته، اسمع صوته من الذين اسمع صوته. يخرب بيته، وصلنا للجزيره. بس الظله صراحه، حركه الظله هذه، المرحوم موجود. وات، الله يرحمك بس وربي. الفكره رهيبه، قلب غاربه عليه. الله يرحمك، اقرا له الفاتحه والورده اللي اعطتك اياها. بليدنج وبويزن. عطه ثانيه. اوه حياتي، 1 HP. لا هذه النهايه، جنب هذاك اللي تشمت فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة ستراندد ديب. وصلنا اليوم 21، يعني كذا ختمنا 3 أسابيع في اللعبة. الجميل في الموضوع اني ما مت فيها، وهذا توفيق من الله والنصائح اللي تقدمون لي اياها. وصراحة جتني فكرة في احد الكومنتات عجبتني، يقول لي ليه ما تاخذ السرير او تصنع السرير وتصير تاخذها معك في القارب وتصير تسيف منه خلاص، يعني ما يحتاج انك تكون بيس في احد الجزر. وممكن بعضكم سواها للعب اللعبة صراحة، بس ما جت على بالي حرفيا، يعني ما يحتاج اني ابني بيس وكذا، تصير كل المصانع معاي في نفس السفينة. لكن السؤال، اقدر اني احط المصانع هذه كلها فوق السفينة ولا لا؟ هل فيه شيء اسمه موضوع الوزن؟ ما اتوقع صراحة، لان الصناديق اللي اخذتها على القارب الصغير هذه جدا كثيرة. وحي الله الراسين، وان شاء الله ما نشوف الراس الثالث. الا حي الله الشيخ، الشيوخ، ما شاء الله. صراحة التفاصيل متعوب عليها، تفاصيل الأسنان. الشغلة الثانية، موضوع المساحة، كل ما كانت مساحة القارب أصغر كل ما كان أسرع، فهذا الشيء بيكون سلبي بالنسبة لنا إذا خلينا البيس كامل. حتى لو أنه تخيل، يعني هذه سفينة، تخيل هذا وهي غرفة واحدة أو غرفتين بنيها. هي فكرة حلوة ولها عيوب صراحة. هلأ بالنباتات، ربي يسقاها هذه من المطر. والحمد لله. موضوع الوتر ستيل برضه جتني نصيحة أذكر، انه يقول لي يا حبيبي واحد ما يكفي، فان شاء الله راح ارص سنة 3. وبرضه ذكرت بما ان الحين الماي عندي فل، ومثل ما تشوفون هذا فل، فلازم اني اصنع الوتر سكن، يصير اقدر اشل منه 3 جرعات تقريبا تبقى موجودة داخله. وهذا يتطلب 2 جلد، ولازم اوقف جنب المصنع هذا حق الجلد وخشبة واحدة. خلنا قبل كل شيء نولع النار على احد الدجاج، هو 3 قطع من سمكة القرش، فبضبط قطعة واحدة وناكلها وبتم استبدل بينهم لأن فيه فترة ويعفن. خلنا نزيد نص الحطب تقريبا كافي. تحليل يا حبيبي، وعطنا هذا ولع. طيب الكلي، الكلي والله انفنتوري عندي معبى كلي، خلنا بنرصه في هذا المكان وبعد شوي راح ارجع له. خلنا نشوف موضوع الجلد عشان المطارة، وهذه الشغلة الأهم. حاليا جلد واحد معي، بس وين الجلد اللي طلع من سمكة القرش؟ هذا هو. 1 2 3، يا سلام. تعال اعطني 1 ليذل، 2 ليذل، 3 ليذل، كذا حول لي الجلد تبع سمكة القرش. اعطني احلى مطارة، شوف شكلها. سلام. كوليكت، 1 2 3، شوف تعبي على طول، ترى الثالث نقص، الحين صاير متعبي عندي 3. هذا خليه، بس 2 جلد والله ما هو بشوي صراحة، ما بقدر اصنع واحدة ثانية. بس بشرب، ما ادري والله، حسيت اني بالغت يا اخي في موضوع اليوكا انها 4، لو خليت 2 و2 بطاط توقعت انها افضل. بس على كل حال، احنا لما نجيب البطاط بنشوف كيف الوضع بعدين، هل هو كثير ولا لا، لان برضه ممكن نجمع من الجزيرة اليوكا. والحين راح ازيد 2 ووتر ستيل هنا جنبه. نشوف المتطلبات مثل ما تشوفون فوق على اليسار، مطارة واحدة وسعف، 1 لاشنج، 1 كلوذ، بسوي 2 فباخذ من كل شيء، و6 صخور بتكون. السبير جن هذا يا شباب يا ريت انكم تخبروني وشلون استخدمه. وهذا 3 ووتر ستيل، طبعا راح يتطلبون سعف كثير، كويس انه عندي. او نحط شو اسمه هذا الفايبر بعد ما ينمو، لكن الظاهر انه بياخذ وقت، فخلونا نستخدم السعف اللي جبناه من الجزر الثانية. وكل حبة سعف تعطيني شربة ماي. والحين نيجي للمصنع، بما ان جبنا الكلي بنقدر نسوي الفيورنس، ولازم يكون جنبه البريك ستيشن اللي هو بيتطلب البلانك. وهنا 2 لاشنج و3 حطب، اتوقع المكان مناسب لانه راح يا سلام فيه شبة الضوء بعد. النار هذه ظاهرنا خلاص ديكور،
فراح تبقى إضاءة لهذا المكان. يا سلام. لا والله صراحة أعطتها منظر جميل. خلنا نجي للثاني، ثلاثة بلانك مش اثنين. خلنا نجي نسوي الثاني البريك ستيشن. حلو صغير والله، المساحة جدا خرافية، ناسبة المصانع كلها تقريبا. ايوه يا سلام، كذا خلصنا البريك والفيورانس. واخر مصنع عندنا الفيول ستيل، بيتطلب الصخور هذه الصغيرة. كلها عندنا اثنين بلانك، اربعة حطب، اثنين لاشنج. شوف الجركل كيف مهم. باقي لي اثنين، حس المكان صار زحمة، ممكن اوسع الغرفة هذه شوي. خلنا ناكل الحين، صارت زحمة ناكل. اي يعطيني ثلاثة وشرقت علينا الشمس ونرجع. الحين تشوفون المكان افضل كذا كذا، مثل ما قلنا بنوسع المكان فالامور طيبات. نسوي الحلقة هذه حوالينا، وبعدها يمدينا وش ذا فاير بت هذا، لو ودك تعلق عليه الاكل. ايوه يا سلام يا سلام، صارت زحمة. فيول ستيل كوليكتر. الحين انا خلصت كل المصانع، خلنا نشوف وش كل واحد راح يعطينا. اول شيء عندنا الكلوذ والسواليف هذه كلها نعرفها، ما في شيء جديد. المصنع هذا اللي وراي راح يعطيني كلوذ نعرفه. عندنا الليذل، المصنع الثاني، المصنع الثالث اللي هو على يساري هذا اللي هنا يعطينا البلانك. طيب البريك اللي هو الطابوق، لو ودك تبني بالطابوق تستخرجه من الفيورنس هذا. الفيورنس والبريك ستيشن يعني الاثنين جنب بعض عشان يعطونك الطابوق، ويكون معاك اثنين كلي. اوكي بس. طيب الفيول هذا انا عارف سالفته، ان لازم نزرع البطاط وبعدين ندخل البطاط هنا، ما ادري كيف يتحول الى بترول. فاول شيء لازم نجيب بطاط ونزرعه ويصير عندنا كمية كبيرة من البطاط حتى يتحول الى كمية كبيرة من البترول، ويمدينا نسافر اسرع ونختم اللعبة. بس انا ودي اسوي تجربة، معي اثنين كلي، معي اثنين كلي، حلو بالعدد. خلنا نيجي نسوي فاست. ليه ما يعطيني البريك اللي هو الطابوق؟ شوف يقولي بريك ستيشن. طيب هذا البريك ستيشن جنبي، اوقف عنده يقولي فيورنس. طيب واقف بينهم. ها هذه مشكلة والله يا شباب، هذه مشكل كبير. على كل حال انا حاليا صراحة ما يهمني الطابوق، فبسحب على المشكلة هذه. ما ادري كان يباني يدخله فيه كذا فوقه، شيء غريب صراحة. باقي لي اثنين كلوذ، والله موادي بدأت تخلص بس عشان المصنعين هذا اللي سويتهم. هلا هلا باليوكا. تقريبا هذا ثاني يوم او ثالث يوم ونما هذا النمو. للأسف في الجزيرة ما نما اي شيء من اليوكا الا والله ضربتين بالضبط. دي سرفايفد 21. كذا رسميا ختمنا 21 يوم. لا واضح الكوكنت يا شباب، شو اسمه برضه يطلع بعد ما تاخذه. نتسلق خلاص، انزل خلينا نشوف المنظر من هنا. الامطار الخفيف، الامطار بتفيدني كذا، بنحصل شو اسمه هذا حق الماي تعبى، والكوكنت بيفيدني كثير بحيث اني اشربه واصير اخلي الماي للزراعة. اشواك هذا اللي مندمج في اللعبة بزيادة. لا 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 تكفى، هلثي نقص شوي بس الحمد لله ما في كسور. يا سلام، اضبط لكم احلى عصير الحين. وهذه التونة عندي اربعة، يا انها خرافية التونة يا اخي، والله يا انها انقذتني، ما راح انسى هذاك اليوم. طيب نجي للبد. البد يحتاج اوف ثلاثة كلود وثلاثة ليذل وثلاثة خشب. تكفى عندي، لا ما عندي الا اثنين كلود بس، يمديني اصنع واحد. والليذل كم عندي؟ الليذل يا الليذل عندي اثنين، والثالث يتطلب جلد. موضوع البدل للأسف ما بقدر أسويه، لا رحنا جزيرة ثانية حصلت لي خنزير، الله يكرمكم راح أصيده وكذا راح نقدر نسوي البد في الجزيرة الثانية. لكن في شغلة ثانية ودي أسويها اللي هو حق العصافير لو تذكرونه، سويتها مرة بس ما فادني، وجاني كومنت برضو ذكرني فيه أني بغيت أسويه في هذه الجزيرة. تقريبا هنا في الصيد هذا هو، خشبة واحدة ثلاثة لاشينج مقدور عليها، والفش تراب برضه نفس الشيء موجود. معني ما شفت اي عصافير صراحة في الجزيرة هذه. الجزيرة الاولى اللي جينا منها او اللي رسبنا فيها اذكر ان اما فيشنج رود. اوكي خلنا نشوفك ما تصيد شيء. والشغلة الثانية اللي هو الفش تراب، الفش تراب، الفش تراب. كيف الوضع؟ نحطه هنا عادي ولا لازم نقوص اخر شيء؟ فش تراب رميته في هذا المكان مقابل شو اسمه هذا
راح نشيك لهم ان شاء الله بعد ما نرجع من الجزيرة هذيك. وخل هذا ينجح. والله طول صراحة، كوكت. شوف هذه المرحلة الأولى، أنه انطبخ كأنه ما في السموكت هذا، عرفت؟ الحين دخل في المرحلة الثانية اللي هو يتحول إلى الأسود كذا سموكت. بس الحين لو أكلته أموري طيبة، كوكت يعني شو اسمه مطبوخ. راح ناخذ الأسلحة كلها احتياط، مع أن الهمر هذا ما احتاجه. إيه صح، الشلف كونتينر شلف 3 بلانك لسه باقي معي. تكفي. ايوه يا سلام، هو الموضوع كان توازن الظاهر كان. يا اخي وش السفينة الكبيرة هذه مرة. طيب الطرف الثاني يمديني؟ طمعت صراحة معي لوك، اتوقع بسبب وجود هذا ما راح يمديني، بس خلنا نجرب الطرف الثاني هنا. تكفي. المشكلة عشان اوسع السفينة لازم تكون معي شو اسمه التواير هذه، او يكون معي البراميل او اي شيء يكون يطفو يعني على البحر. فللأسف تكنسلت خطة. والسموك جاهز ولا هذا كوكت؟ لا والله كوكت. اوه النار ما تكفي، النار كانت تكفي الواحد بس يوم حطيت الاثنين صارت ما تكفي، سبحان الله. طيب جنب بعض يا اخي، ايش دخل؟ الله ما حط الا واحدة. ابو التحليل ماردي خلصت. انا وش فيني زامن كذا؟ سبحانك يا رب سبحانك، اول ما علقته طف. توفير ارويكم كيف التحليل. الاكل 3.25، ما شاء الله تبارك الله. نجرب الشلف حقنا التانش. يا سلام وربي القارب شكله رهيب، بس كيف امسك وانا هنا؟ دقيقة هولد. والله دبر نفسك، بس انا للظهر شيء جميل والله. نزل اشراك يا مدير. تحركنا. الساعة كم؟ الساعة 9 بالليل. وداعا استودعكم الله. طيب هذه كانت الرابعة وبتكون الأولى في وجهي مفروض، وهذه اللي جينا منها اللي هي الثانية. كان 1 2 وراي 3 والرابع على يساري كذا. بنرجع للجزيرة الأولى اللي نسينا فيها بعض الأمور. أما الضوء خليته شغال هنا، غبنا وغاب الإبداع ورجعنا نعدل الأوضاع. هلا بجزيرة الأولى، هلا برسبوني، هلا بدايتي الطيبة في هذه الجزيرة. أوه القارب. عدل ارفع شراعك. السلام عليكم، كيف الحال؟ هلا بالكراب، هذا اللي تركته يحرس المدينة. والله أنا أذكر أنه كان في هذا المكان أول لق وأول تاير. يا سلام في شغلة طيبة والله خليتها، ما شاء الله. وقصت الخشب. وش عندي؟ صندوق فاضي. شير يا مدير. واحد كروت فيش كان شخصا هنا. يا هلا الوتر ستيل. كيف مش فل؟ فهمني من اللي جاي يشرب الكراب هذا؟ لعبة غريبة يا أخي. المطر كيف ما عباه؟ هذا التاير الثاني يا سلام بنطور. وهذه كانت نصيحة من هنتر أذكر، يقول لي كل جزيرة سروحها خلها زي المحطة، وفكرة ممتازة صراحة أطور فيها سفينة. أيوة هذا اللي حطيته في الجزيرة الأولى ولا صاد لي شيء. يا ربح لازم أسوي شيء عشان يصطاد لي طيور. لو اني ادري والله ما سويتها في الجزيرة هذيك وسويت السنارة. وش ذا اللي يطير؟ للأسف يا شباب شكلي بقادر الجزيرة هذه ولا بضيع فيها وقت. البطاطا اللي جينا عشانها ما لقيناها. صناديق فاضية، حصلنا 2. خلي ما تشرق الشمس بجمع الحطب هذا كله في صناديق. وشرقت الشمس وانا جالس اجمع فيها الحطب والنخل. قرش شكله النهار نايم، لا نذكره ويجينا. كنا نسمع صوته. هلا بتواير. سكين تكفى فاسي شيء. ايوه 3 تواير. خرب بيتك خرشه اقسم بالله. يا سلام تعلمت الرمي، علمته الرمايه ثرماني. اسمع صوته من الذين اسمع صوته. يخرب بيته وصلنا للجزيرة. خلاص ادلف هناك، لا تخليني اتحبس لك اقسم بالله. شوف الكراب وين زابن.
سنة ما أشوفك يا وسخ. زيرة كلها وسخين. هذا وش فيه؟ أوه فيهكل إنجن بارت واثنين ليذل واحد تيب. والله حظي في الباكج كويس. نحتاج لهم همر صح؟ مع أن الهمر هذا ما أحتاجه. الحين تحسفت عليها. همر is required. ثلاثة همر يا الظالم، ثلاثة. جيب واحد بالغلط معك كذا كذا صندوق. يا أخي حظي عاثر والله. حمنون أجيب صخرة سوي فيها الهمر. أتوقع أن تضبط الحركة. أيوة شويش بالريوس. شوف الوزن يلعب دور، والله الوزن يلعب دور. لا 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 لا، إنه العيد إنه العيد. أوكي كذا اكتشفنا يا شباب أن الوزن يلعب دور. نعم والقرش يلعب دور بعد في الليل. اكتشفنا اكتشافين في واحد. أنا جالس أسمع صوته، فراح نخلي التواير ونعوذ من إبليس. قاربي راح والقرش موجود. تكفى لا لا لا، قرش عزيز القرش، والله رايح لقاربي. الحق الحق الحق، الحمد لله. معلومة يا شباب، لا تضغط سبيس أو اللي يرقى في البلايستيشن الزر مرة واحدة، تم معلق عليه عشان يرقى بسرعة. طيب الحين الجزيرة هذيك الرئيسية حقنا اللي هي الرابعة. والله مرة قريب البيس، بجيب الهمر وبرجع بنزل الأغراض هناك. حي نباتاتنا حي. خلاص خلصت تقريبا أربع أيام يمكن، والماي كله فل عندي. شربت ثلاثة ولسه بشرب اثنين، والمطارة الاحتياطية عندنا فل. أخذنا الهمر وبنفضل الغريضات اللي معنا. طيب الحين المتطلبات جبناها للسليبنج باج، من كلود، من سواليف، هذه كلها جاهزة عندنا. بدينا نسوي البد. طلع لي حتى اتشيفمنت. خلينا نشوف البد. يا سلام يا سلام. سليب وسيف. يوكا منتظر الفاس. بدي 23 سرفايفد. عندي ثلاث صناديق الأسلحة كالعادة، وهذا عشان أطور السفينة في الجزيرة هذيك. ولحمة واحدة، وهذه لحمة ثانية لابد أن ناكلها قبل تعفن. والسرير ومطارة الماي والليت واثنين الطوارئ. هذه ثلاث صناديق المليانة، أحطهم بالشلف. ما شاء الله تبارك الله، والله تصير ما تشوف شيء. أنا وقاربي ضعيف هذا. لا 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 لا، الشلف لا يطيح. أحسن شيء سويته أني خليته معكوس. الغلطة اللي بالغلط سويتها. تخيلوا معي هذا بالاتجاه الثاني، وصير يعني الدركسون أصير ناظر هناك، والشلف هذا بوجهي. آخر مرة هسافر مع العواصف اللي قبل شوي. ربي أنا القارب ما يتحرك يا شباب. ممكن ساعتين في اللعبة هنا لسه في مكاني، أو إن الوزن يلعب دور، الله العالم. وزن الصناديق ما أدري والله. تتوقعون التواير بس اللي لها وزن أن ما يسمحوا لك يشيلوا؟ شوف كيف اللعبة صارت كذا الأزرق، ما أدري كيف تغير لون البحر. والله تعال عند الحلوين هذا، لا قربهم بعض، خلزقهم الحين عشان لا تصير عندنا مفاجآت. هذول التايرين الثانيين. أوكي الحين جتني فكرة اني اخليه كذا، وبعدين اثنين هنا وفي الوسط كذا فاضي، يكون الشلف هنا وشلف هنا، هذا بيكون شكله اجمل. وزي هذا بسوي واحد ثاني هنا. والله غابني التاير هذا اللي بيزيد، ليتنا بنقدر نخليه يا اخي معنا. خلنا ناكل الدجاج اللي معنا ان شاء الله انا ما خرب. يا سلام كلش فل. وديني اللي بعده. كيف الانكر صار في وسط التاير؟ اشي غريب يا ربع. معقولة هذه الجزيرة الثالثة اللي جيناها؟ هذا النخل كله فيها. يا ساتر والاشجار الكبيرة. انا شكيت هذه الثالثة ولا الرابعة. المشكلة ان السفينة الكبيرة هناك. شوفها. دقيقة اكيد اني سويت علامة لو اني ما خطيت بالطريق. سلام عليكم. ايش الاستقبال الحارة هذا؟
يا اخي وخر هناك خلنا نشوف. لا لا هذه السفينه انا ما جيتها، واضح اني جبت الايدي يا شباب وضيعت والله، وتهنا في وسط البحر. السفينه المقلوبه هذه اول مره اشوفها. او في صخره بعد ولا هذا؟ يا كثر الصخور في هالجزيره، شيت كثر الكراب هنا. واضح ان فيها ثعابين وبلاوي يا الربع. وش الله يرحمك المرحوم كان هنا. بس الظلة صراحة، حركة الظلة هذه، أوه المرحوم موجود. وات الله يرحمك بس وربي، الفكرة رهيبة، قلب غاربة عليه. الله يرحمك، اقروا لها الفاتحة. واو صراحة فنان كذا وانا فوق. وش ذاك؟ لازم انتظر الصباح في هذا الجزيرة. صخور كثير، واضح انه مجمعها بس ما عنده كم فاير. اوه كان عنده صندوق ومنظار ويحاول يطير من هالمكان. وكوكنت، حبة كوكنت فلاشنج. ايش هذا؟ سبيشال باكج. وش المميز فيه؟ ما في شيء مميز، هذا المميز. شوفوا عياله يتمشى. ايوه حبة كلوث حلو. بدينا نطور السفينة هنا. ما شاء الله الحجار، ما شاء الله الحجار في هالجزيرة حرفيا في كل زاوية. حشرة في زاوية. سلامي. لا من وين جاء هذا؟ خرب بيته، خرجني خرجني لفعة. اظهر عليك الامان، عليك اللعنة. استغفر الله. اظهر. اي شفته شفته، اجيب كشافي واجيك. انا اقولها متعلم واجيك، منتظر النهار بس الضوء مطول الظاهر. اي طلع الحين، طلع يوم جبت الضوء. فلعته بال، شفت صدت ايش؟ يا احول العن امه، مخرب بيت سريع. تكفى تكفى ما يجيني بويزن، تكفى. وربي سريع يا الربع. خلنا نمشي في ال، وينه؟ وينه ابن الذين؟ المفروض انه يشوف الرمح. المشكلة انه يسكت بعد ال، تكفى يا النهار يا شمس اشرقي. المفروض انه يشوفه يفرفر. ايوه شرقت الشمس. هذاك هو، شوف الرمح حقي يتحرك. بعدين معك وين رحت؟ بويزن. والله انا قلت لكم بويزن، ما ادري وين زبن لي ابن الذين، ولا عندي باباي ولا عندي شيء. الله يخرب بيتك، دامه بويزن سممنا اكلنا زق. وينك؟ تعال تعال وش شكلك؟ تعال يرجف اللاعب. اذلف يخرب بيتك، اذلف خرب بيتك. ان شاء الله نحصل باباي في هذه الجزيرة. شكله مات هذا اخوينا متسمم. وين الوردة اللي اعطتك اياها؟ هذه جوعان مسكين، متصدع راسه، جاه الصداع من قوة الحرارة الظاهر. خل نضبط وضعنا قبل لا ننتهي زيه. لا تبغى الثالث؟ خذ الثالث. ودي 24. وات هذا ايش يسوي هنا؟ مكرش ليه ذا البلاش؟ ترى الوضع بويزن، حالتنا حاله، والعطش الظاهر انه سريع سريع. ايوه وش ذا؟ كواوا، كواوا فروت، هذه بنزرعها يا الربع. ما ادري وش فائدتها بس اريد باباي. صراحه هالجزيره يبي لها ماي. وش خلنا نشل النظاره الشرب. ثلاثة خلصوا. الهيلثي ستاتس ضروري الحين، وهذا أحلى ماي لعيون المرحوم. نستغل فيه الأمطار، نحاول نكون هيلثي بأسرع وقت. أنا صراحة قررت إني بتم أخليه هيلثي، كل ما ينقص الهيلث يرجع يزيد، وإن شاء الله إنه ما يكون ينقص أكثر من إنه يزيد، بحيث إني أقدر ألوث الجزيرة كاملة بعدين أرجع، ما راح أرجع بس عشان بويزن.
شوف وين مزبنين هذا. وش فيك انت اللي مزبن؟ والله حلو هذا الكرات، يا سلام. كذا تطوير السفينة جاهز. باقيتك واحدة. ايوه وين الهيلثي؟ ليه ما في هيلثي ستاتس؟ تكفى لا، كذا خربت الخطة والله. يرجف اللاعب وشمس، وضع سيء جدا. تقريبا اخر سفينة، ما شاء الله فيها خير واجد. اريد التورش. اوه البرل، يا سلام. نقول لك عطني التورش تكبر، تحس نفسك تلعب لعبة رعب. السلام عليكم. بليدنج و ماسكني الحين، ماسكني بليدنج وبويزن. كيف اطلع؟ كيف اطلع فوق؟ تكفى. في دور هنا، دخلني الغرفة، خلني اموت داخل الغرفة. شغل كشاف يرحم والديك. هو يمديني اتنفس هنا؟ كيف تنفست هنا؟ اوكي الحمد لله. طبعا هو بيتم يدور، لازم اني القى لي عطلة ثانية. اوه حياتي 1 اتش بي. لا هذه النهاية، هذه النهاية جنب هذاك اللي يتشمت فيه. تكفى يا القرش. كيف تشوفه؟ كيف تشوفه؟ بالله عليك فهمني كيف بتشوفه. اوه اريد ارقى فوق، ما يقدر يجيني اتوقع هنا. تكفى 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 تكفى، هذا هو. يا اخي وخر انت. امرجنسي فود. ما في هيلثي. بليدنج. بسم الله الرحمن الرحيم، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ما في وقت اضيع. يا رب يا رب يا رب. باندج باندج، وش الطلب الباندج؟ واحد كلوذ اتوقع. كلوذ ولاشنج صح. سريع لاشنج 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 لاشنج. تكفى لا تستهبل، اشرب ما يسوي اللي تسويه. ما في. ميت 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 ميت. لاشنج لاشنج. باندج باندج. واحد كلوذ. طيب يا ابن الذين ليه ما تعطيني اياها الكويك؟ اوكي الباندج رفع من الهيلث. رجعني بسرعة الى الجزيرة، رجعني بسرعة. ثلاثة هيلث. اتأكد من جزيرتك وين. خلنا سيف. النوم مدري يساعد ولا ما يساعد. كويت جيم يا حبيبي. اخرج افتح الماب. وين احنا؟ الحمد لله اني ما اخذ صورة من الماب. كان فيه بوس تحتي على طول، الاولى الثانية الثالثة. هذا البيس حقي. اوكي قريب البيس حقي الحمد لله. بيمديني ارجع وعالج نفسي. انا وش وداني هنا؟ مفروض اني اقدر اشوف البيس. لا اروح عند البوس بس بالغلط ومن جد تكون نهاية السلسلة. خذ الاغراض اللي تهمك يا الغالي. ايش اكثر شيء يهمني في الجزيرة؟ التواير اللي جمعته عندي، بحمله في الصناديق بتوكل على الله. السفينة بعيدة شوي. بسرعة. خمس كرات، هذه خمس كرات يا حبيبي، ايش اسوي لك؟ اوكي بيك اب. افها واحسبها زي التواير. اثنين ونص. عطنا البلانك الارضية والهمر. اوكي ارضيات والوود شلف، كونتينر شلف اقصد. ما يمديني ثاني، يا ناقصني واحد. يلا ما عليه، اتوقع كذا يمديني. اي والله هذا بيس الجميل. البلانك ممكن اكسر هذا اخذه. بس واحد.
عطنا شلف حلوين. السكين عطنا السكين، خلنا نطلع الجلود. هذا ما توقع يطلع منه شيء الا السم، الله يخرب بيته. طلع طلع الجلد، ما نبي لحم. سادس مرة، ثلاثة جلد الظاهر، أربعة جلد، مرة رهيب. هذا ما توقع منه جلد وهذا ما توقع منه جلد. أهم شيء الصخور. كمية كبيرة والله، تقريبا 16. إيش هذا وتل؟ مزهرية هذه تشرب فيها ولا إيش وضعها؟ تبع المرحوم. أوه السرير بغيت أنساه والله. وش باقي وش باقي وش باقي؟ تقريبا إن شاء الله ما نسيت شيء. اللي ورا فاضي، اللي فاضي بخليها ظاهر بالجزيرة. رصينا الأغراض، أرفع هذا كويس إنه في الوسط صراحة، جميل مكانه، مكانه عاجبني. لين نضيع الوجهة، الوجهة هناك. الله يستر. إيه هذاك بس. الحين عرفت هذاك وشلون مات، مات متسمم مسكين، ما حصل باباي بلانت وقلب غاربة. ايوه وش الصوت الغريب هذا؟ ركض سريع قبل ان انزل اغراضي. سمعت اصوات بويزنينج. ايوه باباي. انا بزرع صراحة، بزرع دام الوضع كذا. بحتاج فلاسك اذكر كويك. لاشنج موجود، اللاشنج. اول شي تسوي الفلاسك عادي، بعدين اندو تايد يوزد فور كيور بويزن. بسم الله. هذا ممكن نسقي فيه، ممكن نشرب بعد. الظاهر ان المطار نسيتها من الربشة، والله مدري حسيت ان نسيت شغلات كثير وصناديق كثير. هذه كانت معاناة اليوم يا شباب، معاناة اليوم والله من جد، مش حلقة اليوم. اتمنى انها نالت اعجابكم، نشوفكم ان شاء الله على خير في المقطع الجاي. اشكر من تسمين القناة والشكر موصول لكل من دعمني بلايك كومنت وشير. شوف هذا يقول حسبي الله ونعم الوكيل على الثعابين. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا